فكان تهديد مباشر، جهات مسلحة دخلت المقر المنظمة وقالوا يجب أن تتركين هذا العمل. الجائزة تعني لي شيء الكثير، لا تعني لي شخصياً، إنما أنا ما تعني لجميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هناك من يهتم بهم، يسمع صوتهم، يقيم عملهم ويقدر جهودهم. بداية عمل المنظمة لقينا تهديد جدا كان كبير، انه مجرد عملنا كمنظمة مجتمع مدني او برز عملنا داخل المجتمع، وبالذات بال 2007 كانت هنالك تهديدات، لان كان اكثر تركيزي على النساء وكيف تكون المرأة قادرة صانعة قرار داخل المجتمع. فكان يعتبرون هو هذه بدء انه الوضع الحالي انه نسيت في النساء للتحرر والخروج من القيم والعادات. رسالتي إلى كل النساء في العالم وكل النساء العراقيات، نحن مهما اختلفت ديانتنا ومذهبنا وقوميتنا ومعتقداتنا، لكننا كلنا لنا حقوق متساوية، وعلينا أن نعمل للسعي على لهذه الحقوق والحفاظ عليها، لأننا نطمح أن تكون لدينا قوانين عادلة وحقوق مصانة، وأن ننبذ التطرف والكره والعنف، وأن نعمل للسلام والحب وننشره في كل مكان، لأن المبادئ التي نعمل عليها هي نشر السلام.